فوالا لا كوزين كيفاش جات؟ جات سامبل اللي حطيناها في السكورة ديجا، عاد خلينا دابا لا فيديو جات على طول وجا فيها الرخام لي كري، يعني الكري اللي قريب اللون ديال الزل اللي جينا لاحظتو. بدو ليكم من هاد لي كوطي لينا، اللي جات فيه التلاجة فيها 60 سنتيم اللي داخلة كاستري، فوق منها تحط هاد الكيسون اللي كيبقى بلا طاجيرة كيف ما كنشرح لكم في لي فيديو. هنا كذلك عندنا هاد الكيسو لي جا جنب الشرجم صغير، وفوق من الشرجم صغرنا كذلك هداك لي فيه 30 سنتيم بخوفوندور 40. وهنا جات عندنا هاد الفيترين لي فيها تلاتة ديال البيبان سامبل، وتحت منها هاد الإكسسوارا هادي ممكن أنها يتحطو في هاديك القنينة ديال الفواكه الجافة، تعطي كذلك جمالية في المطبخ. لتحت تلاتة ديال لي كاسخولي حدا الفران، الشبكة العطرية هنا هي اللي بغينا نبداو بيها. غير هادشي خصو يتقاد على حقو طريقو. هنا الفران إلا لاحظتو درنا له الطبلة ديال الألمنيوم، وفي نفس الوقت الرخامة هذا اللي فيه البلاك، وفي نفس الوقت الفران على حساب الاختيار كيبقى دائما للزبناء. هنا ثلاثة ديال لي كاسخولي لي طونديب، وإلا لاحظتو حتى الرخام مخدوم بالشيفري، يعني هاد الكري هذا راه فيه واحد النوع كيضرب له الشيفري، وكاين واحد النوع ما كيتشيفراش، هذا كيتشيفرا جا مزيان لاكاليتي ديالو شي حاجة اللي مزيانة. هنا بورت، وكاين عندنا لافيسيل، ومهم طو عندنا ماكينة الصابون، والوسط كيبقى الليفي، الليفي اللي راكب سومبلو راه لاحظتو صغير. الرخامة إلا لاحظتو كلها مشات تقريبا طرف واحد، عندنا تلاقي غير جهة الليفي. المهم هذا الفيديو صورنا لكم بطريقة جديدة، نتمنى ينال الإعجاب الجميع، وإن شاء الله هاد الأيام غادي نبدا نحط لكم الفيديو شي حاجة لي جديدة وزانة. يلاه السلام عليكم. وبالنسبة لهاد الكيسو بقى في الجهة الأخرى لي جا حتى هو السامبل، لأن كاين واحد السارية من هنا ومن هنا، وتقسم على أربعة، حتى هو ممكن أنه يتستغل إلا مازالتش لاكويزين جا في الفاصة الثانية. الحاجة المهمة اللي كنتكلمو عليها هي القبص، أن القبص هو كيعطي جمالية لاكويزين اللي مخدوم بالسامبل، في ديك الفيورا غير دو فاص، ولي سبوت كل ما كانوا في المطبخ كل ما مزيان كل ما كيعطيو إضاءة. ممكن أننا نزيدو لي سبوت هنا، يمكن كما كتشوفو هادو راه كافيين.